الإفطار في المساجد بمحافظة الزرقاء عادة يواظب عليها الأهالي في كل عام، وهي بمثابة فرصة ليتجمع المصلون على مائدة الإفطار لترجمة روح التكافل والتراحم في شهر رمضان المبارك. يحرص غالبية أهالي محافظة الزرقاء خلال شهر رمضان على تناول وجبة الإفطار في المساجد كطقس متوارث وسنة حسنة في كل عام. فقبيل أذان المغرب يبدأ الناس بالتدفق صوب المسجد حاملين في أيديهم أصنافا من وجبات إفطار رمضانية يتم إعدادها في منازلهم. المقصود من هذه اللقيات هو إحياء سنة الإطعام، سنة التآلف، التحابب. الأمة الآن بحاجة إلى إحياء هذه السنن، وبكل سنة تحيا تحيا قلوب المسلمين. والحمد لله هذه المائدة لا يتكفل بها واحد بعينه، بل تخرج من جميع بيوت الحي، من كل بيت تخرج مائدة إفطار بجميع تجهيزاتها وحلوياتها وقهوتها والمية، ولله الحمد. والجميع يجتمعون ويأكلون ويسمون الله عز وجل ويتحلون ويخرجون متحابين متألفين. ليس يعني الفكرة إنه الأكل والشرب، إنما يعني الفكرة إنه التواد والتراحم بين الناس والإخاء. فهذا الطعام يعني يجمع قلوب الناس بالإطعام وبالإخاء، فتجتمع على المائدة يعني ناس من شتى، الفقير والغني. ولعل هذه العادة من الطقوس الجميلة التي تمكن أواصر المحبة والتعاون بين المصلين والتعارف فيما بينهم. إفطار الصائم وتجمع أهل المنطقة وغير المنطقة بإحضار الولائم وإفطار الصائم بهذا اليوم الفضيل. ونشكر أخوان المواطنين وقائمي على الخدمة في جامع الفلاح على هذه المبادرة الطيبة. الحمد لله يعني كان اليوم الإفطار يعني حقيقة جسد كذلك، يعني أكرر يعني معنى الأخوة الإيمانية ومعنى التلاحم ومعنى المحبة والإكرام. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن شاء الله أن يديم يعني هذا العمل المبارك مرارا وتكرارا إن شاء الله. هذه الولائم الرمضانية في شهر الخير تجسد مفاهيم التكافل والتراحم بين الناس، والذي يعد من أهم عناوين هذا الشهر المبارك. من محافظة الزرقاء محمد أبو علوان، رؤيا